في 5:30 من أيام الاثنين يستضيف الدكتور حبيب بولس أديباً أو شاعراً من الوسط العربي ضمن برنامج ما بين الكلمات. يتخلل البرنامج مقاطع شعرية وأدبية من نتاج الضيف. كونوا معنا. برنامج الفني الترفيهي سهرة بالألوان باشتراك جودة الفنانين المحليين الذين يقدمون لنا الأغاني الجميلة والعروض الراقصة الخلابة يأتيكم في 10 من مساء كل يوم جمعة على القناة الفضائية الإسرائيلية.